مثل ما خبرنيكم قبل بشوي ضيفتنا هي ديامون ابو عبود. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي. اهلا فيك. فين عيطتك ددي؟ مين بعيطك ددي؟ اذا بدك. ايه مين بعيطك ددي؟ خيي. خييك والعيلة. هذا اسمك المصغر بالعيلة. جماعة نحن كثير سعيدين انك معنا. ممثلة بنحبها كثير، يعني المشاهدين بحبوك كثير لانك بسيطة، لانك مبينة انه كيف يقولوا انه بتفوتي على المهنة بتعملي دور حلو بتقدميه بشكل نظيف، بتحافظي على هالشيء، ومبين انك بتحب الفن، فن التمثيل. رح خبر شوي انه انت خريجة معهد فنون دبلوم دراسات عليا بالمسرح وبالسينما، بالاساس درست هالشيء، كنت تشتغلي مسرح، قدمتي افلام قصيرة قبل ما تدخلي عالم التلفزيون. اول دور تي في كان البحث عن صلاح الدين، بعدين اتولت الادوار، هون رح اذكر بسرعة الحل بايدك، قصتي قصة، سجينة، باب ادريس، زفة، قيامة البنادق وغيرها، 13 مسرحية كمان، إذا بدنا نذكر وحدة أو اثنين أيهن بتسمي؟ ما فينا نذكر وحدة أو اثنين، لأن كل وحدة إلها معزة عندي وإلها خصوصية يعني، فما فينا نذكر وحدة بلا الباقيين. بدك بتتذكريهم 13؟ بتذكرهم هلا بدنا نحنهم كلهم. ومن أفلامك دخان بلا نار، شتى يا دني، تنورة ماكسي، طالع نازل، وينهم؟ مش بس أنت حاضرة بالتمثيل، انت كمان شاركت مع جورج خباز بكتابه هالنص. صح. فاذا كتابه النص بركي من الاشياء الجديده اللي عم تشتغل عليها؟ لا، هو انا يعني بكتب بس يكون عندي شيء بدي اقوله او شيء اعبر عنه، فبكتب بعبر عن حالي بهالطريقه يعني، بس انه الكتابه انه صير اكتب هيك بالمطلق لا، فهي بكتب بس كون حاسه بدي اعبر عن شيء معين. جماو مثل ما فهمت لما كنت صغيرة كنت ما تحب الكاميرا، تنزعجي يعني، لبل تسكر عيوني كنت تخبي. ف يعني شو صار بعمر معين أو بخبرة معينة اكتشفت إنه الكاميرا بتحبك؟ إيه، حتى من أول ما فتت على الجامعة كنت بس أشتغل مسرح، يعني ما كنت أشتغل تلفزيون أو سينما وهيك. ف ايه ما بعرف ليش، غريب يعني، كنت حتى بالصور يعني نشوف انه ثلاث ارباع صور انا صغيره حاطه ايدي على وجهي، يعني ما بعرف، غريب ما بعرف. كنت عم تحضري حالك انه ما تبيني على الكاميرا غير مثل ما انت بدك بركي؟ يمكن، او بركي بتكون عم تأدي دور معين او شخصيه معينه او عم تقول شيء، ف بركي هيك. شو في تشالنج يعني؟ بتعرفي في شيء اجمالا يعني نحن كلبنانيه بنحب نلبس منيح، المرأة خاصة تبين حلوة على طول، في مكياج على طول، في هيدا ما كثير بنحب اللوك الناتوريل. اوكي، يعني بنشوف شيء بركي، اذا فينا اعطي مثل الناس التي في بتطلع على التلفزيون الفرنسي والناس بيطلعوا بشكل بركي سوبر سيمبل، نحن من النساء بيحبوا يظبطوا حالهم اكثر، فلما بتأدي ليتس نوت جنرالايز، لا ما اكيد لا مش بشكل جنرال، ولكن انا بدي اشوف لما تكوني عم بتمثلي وبدك تفوتي بدور معين قديش بتاخذي بعين الاعتبار انه يعني تتركي هالشيء الاجتماعي اللي عنا اياه انه يضل في اكسسوارات زياده ارتفيشال عليك. ليك هو انا بس بالتمثيل انا هيك دارسه وانا هيك بحب هيدا الشيء، لازم انت اذا بدك تتجرد من كل شيء، يعني ترجع على الانسان اللي فيك وتشتغل على هيدا المطرح، على هيدا الانسان الممثل، ومن هون بتطلع الشخصيه وبتعطيها حياه وبتعطيها كيان وبتعطيها وجود اذا بدك، فبتشتغل لها تفاصيلها، عالمها، احاسيسها، بتخلق لها العالم تبعها وبتعيشها وبتعطيها حياه، فبعدين بيجوا هول التفاصيل اذا كانوا بيخدموا هيدا الانسان بهيدا المطرح، فانا بفكر بهالطريقه يعني قبل الاكسسوار وقبل كل شيء. ف في ممثلين بيتبعوا سيستم معين مثلا ليفوتوا بدور معين، ان كان حدا مثلا مسجون، ان كان حدا متشرد على الطريق، بيعيشوا مع اشخاص مزبوط هن محبوسين سجناء حبس او ناس عايشه بالشارع، مش على طول فينا نعمل هالشيء، مش على طول فينا نقرب على اكثر شيء يعني حقيقي قريب للواقع. بس شو التقنيه اللي انت بتتبعيها اللي بتزبط معك اللي نجحت معك باداء الادوار اللي اخترتيها؟ هلا في قصص بتكون بتعمل ريشيرش، اذا موضوع او فكره ما بتعرف عنها بتعمل ريشيرش لتعرف اكثر، لانه في قصص علميه ما فيك انت تخلقهم او تتخيلهم، فبس الاحاسيس والعالم تبع هيدي الشخصيه انت فيك تحط تعطيها نكهه خاصه وبعد خاص منك انت،
فانت كيف بتشوفها، كيف تطرحها، كيف بتعالجها، باي بعد انساني انت شايفه، من اي زاويه، فهون بتجي الاهميه، وهون بتجي الفرق بين الممثل والثاني قد ايه هو بيعطيها نكهه، بيعطيها خصوصيه اذا بدك، اوثنتيسيتي بمحل، ويخليها حقيقه وما بتشبه حدا الا بتشبه حالها. فبحس هون اهميه الممثل، يعني قد ايه هو في يخلق هذا الانسان ويعيشه ويعطيه كيان. تمام، في مشهد رح نحضره سوا هلا. ما رح اقول شو، ما رح اقدم شو، رح نحكي عنه بعد ما نحضره سوا. بيبس انه معقول انت يعني تفكر انه عاجبني جيمي مثلا؟ لا انه يعني مينيموم مينيموم صير شوفه هون بالبيت وين ما كان، ما انه عايش معنا مثل الجن. شوفيه يغمض لك عيونك وتعملك شوكولا كمان. طيب حبي فكر فيها، هيدي اول مره انت بتعمل لي سربريز وبتزبط معك. طبعا حياتي، وانت جيتي بثلاث دقائق خربتيها. لك لا يا حبي. بيبس بيبس هابي فالنتاين. طب انه معقول يعني حتى صاحبك هو مش هون بده يخنقنا مع بعض؟ شو هيدي؟ افتحها. واو حياتي حلوة. ايه عن جد شي كتير حلو، مجنونة انت. ايه شو بك يا سهر؟ طب اعطيني اياها شوي. هلا بعدين حياتك، هدول جديد على القليلة انبسط فيه شوي، اعطيني اياها. طب بعدين تنبسط فيه هلا، انبسط بغير شي. طيب منيح حياتي، نحن باقيين كل الليل انا وياكي هون، بليز اذا بتريدي. ايه تفضل تفضل، عيد مع الكادو. انا بدي اقلها جيمي، هيك انسان تاني يعني بغير، عرفت كيف؟ انت هيك هيك هون ما رح تروح لمطرح، عرفت كيف؟ بيبس لاف يو. بدي اقلها مين؟ جيمي. جيمي؟ وي. لك حياتي شكلك انت ما بتعرفي من عندك هون، انا زلمه كثير خطير. جماعة اللي بتحب الادوار مش الصعبه ولكن اللي فيها تشالنج معين، مش يعني من المرات القليله اللي بنشوفك بشيء كوميدي، كنا مبسوطين بزفه طبعا يلي انبث على الام تي في، خبرينا عن التجربه كيف كانت وليش ما بنشوفك كثير بكوميدي؟ تجربة كتير حلوة، كتير بحبها، كتير انبسطت فيها، كتير كان شيء جديد لإلي عم بعمله، مش أول مرة كوميدي بس أول مرة بينعرض، يمكن لأنه كان في اكسبيرينس تانية ما انعرضت على التي في. فحبيت كتير، بحب الشخصية سالي كتير، بحب هيك لذيذة خفيفة مهضومة حقيقية كمان بمحل، يعني عندها الانرجي تبعها، عندها نهفاتها، عندها والكوبل مع عصام كمان كان لذيذ يعني، فبحب هالتجربه. شو اخذتي معك لان بلشتي مسرح وكان المسرح يعني اكثر شيء يعني جذبك اولا، شو اخذتي من المسرح للتي في وبعدين للسينما؟ الممثل اللي هو تعرفت عليه بالمسرح، الممثل اللي فيه تعرفت عليه وفتشت عليه وعم بعدني عم فتش عليه وبجرب لاقيه يعني بكل دور، ممثل الانسان، هو بحمله معي وبكونه بالتلفزيون بالسينما كمان، لانه كل واحد منهم بيطلب اداء مختلف، يعني المسرح الناس بعد عنك بجوز والافضل يسمعوا صوتك مش يعني من وراء ميكرويت، يسمعوك مزبوط، السينما الكاميرا رح تكون قريبه عليك، التلفزيون بدنا نشتغل بركي اسرع شوي، يعني كل واحد بيطلب مجهود مختلف وطريقه العمل والتعاطي مع الفريق هو مختلف. هو كل تلفزيون مسرح سينما عندهم خصوصيه، كل واحد عنده لانجاج تبعه، الانتربريتاسيون بتختلف بالمسرح، المعالجه بتختلف بالمسرح عن السينما عن التلفزيون، والابروش تبع الموضوع وتبع الشخصيه. فهون انت كيف بده يكون عندك ادواتك ومتمكن منها خاصه بالمسرح لتقدر توصل، لتقدر تأدي دورك كممثل يعني.
إذا بدنا نحكي شوي عن فيلم وينون، لأنه ريليس بتراند أكتوبر صح؟ بلش. كيف طلعت الفكرة؟ كيف اتفقتوا؟ كيف التقيتوا وبلشتوا تكتبوا؟ هو طلعت الفكرة مع جورج خباز و فقلنا هات لنكتب هيدا الفيلم. بلشنا نكتب وينون، هو فكرة عن المفقودين بالحرب اللبنانية. بتعالج الموضوع من خلال ست نساء، الأم، الزوجة، الأخت، البنت، الحبيبة السابقة، كيف هيدا الموضوع مؤثر على حياة كل امرأة من هيدول النساء ومسير حياتها إذا بدك بمحل ومعلق حياتها بمحال، يعني مثل كأنه ما فيها ترجع لورا، ما فيها تقدم لقدام، ما عارفة كيف تتصالح مع الموضوع، كيف تصلح، عايشة هيدا الفراغ وعم تفتش على فراغ بمحل ما، صارت هي الفراغ إذا بدك. فهيدا هو وينون. رح ينعرض بلبنان، ولكن مثل ما فهمت رح يكون في ريليس كمان بسينمايات بالدول العربية. هو بلش بلبنان بتراند أكتوبر، كانت أول عرض، ونعرض بفستيفال كذا فستيفال انترناسيونال، أخذ 3 جوائز، وحتى بالسويد كمان في ريليس بالصال بالصالات بالسويد كمان رح يكون. جمال الممثلات يعني الدراما اللبناني إذا رح يعني محسن، بالعكس في صار في إقبال عليه أكثر، صار في تقنيات أحلى، صار في كتابات يعني سكريبتس حلوين، صار في يعني طول عمره في شغل، ولكن صار في فعلا تشالنجز جديد. في ممثلات عم بيقدروا بغزارة يكونوا هون وهون وهون وهون، أنت كيف بتنقي وقتي؟ كيف بتنقي العمل؟ وهل أنت أصلا وأصلا بتقلليهم؟ أنا ما بحب كتير أطلع، يعني بحب يعني ما بحب هيدا الشيء يصير مثل شيء كوميرسيال أو مثل إنه هي مهنة بس بدي ضل عندها خصوصية، لأنه أنت 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 أديت نفسك أنت، يعني الممثل هو دائما بده يشتغل على الممثل اللي فيه ويحافظ عليه بطريقة ويتعاطى معه بكتير دقة، لأنه بحس إذا يلا كتير اشتغلت وين ما كان بتروح هيدي شو بيقولوا الرونق ايه اكزاكتلي تبع هيدا الممثل. فهلا كل واحد هو خياره بيعمله بالحياه، بس انا بحس انه لا بحب هيك، وبحب الدور اللي بشدني هيك يعطيك مجال او مساحه لانت تقدم شيء من خلاله. يعني هي الفكره مش بس ان كان مساج انساني او من خلال التمثيل او حيا الله شيء، ف هيدا المهم بالنسبة لي. يعني عم تحكي عن الدور اللي بتحب تأدي، شو الدور اللي بتحب تأدي؟ يعني في أدوار أديتيها، وكل ممثل بيحس بتصور عنده شيء عباله يعمله، إن كان بركي كتاب قريتيه، شخصية حبيتيها، شخصية تاريخية، شخصية بركي خيالية ولكن عندها تعصيب، عندها كوميك، عندها شو عبالك تأدي هيك شي دور فيه تشالنج بالنسبة لإليك؟ ما في دور إنه واحد عبال أدي، بس الدور اللي بحب أدي هو الدور الحقيقي كتير، يلي بيعطيك مثلاً أنه أنت النص الذكي كمان، السكريبت الذكي، يعني مش كل شيء ينقال ما يكون مسطح، يعطيك مجال لتعطي تعمل روتونيو بمحل ليخلق لك different layers، أبعاد تانية، dimension تانية بالجو تبعك. عم بتلاقي هالشي بالنصوص يلي عم تأديها؟ يعني ما بدي حدا يزعل، ما بدنا نسمي حدا، بس ما برأيك نحن بعد عنا شغل كتير بالكتابة؟ بحس في تكون المعالجة كتير أحلى وكتير أعمق يعني، بس كمان أوقات الممثل هو إذا ما عنده هيدا الشيء موجود هو في يخلقه، يعني في يعمل يخلق عالم مود انتريارت للشخصية ما يكون مكتوب، هو يخلقه يعطيها هيدا الديمونسيون، يعيش هول الأبعاد معه من دون ما يكونوا مكتوبين، يعني مش كل شيء محكي، يكون هيدا شيء حامله معه الممثل ومش ضروري يكون محكي، فبتحس في شيء عبالك تكتشفه ما بتعرف شو هو عند هيدا الممثل بهيدي الشخصية بشدك، فأنت من دون ما تفهم شو هو. هل هو عالم رجال أو نساء؟ إذا مانز وورلد أو وومنز وورلد، التلفزيون والمسرح يعني بتصور أنه إيه في كتير رجال، بس أنت كممثلة قديش هين انه تلاقي الشغل اللي انت بدك اياه؟ قديش هين لك تعطي رايك وتنفذي اشياء انت عبالك تنفذيهم؟ نعم نحكي عاده انه ممثل بيشتغل مع المخرج، بس كمان في فريق انتاج وفي يعني في كثير ناس بتعطي رايها. صح، هلا قد انت عارف شو عم تعمل وقد شايف شو بدك، هون انت بتناقش وبكون
واكيد هي تفاعل بالنهايه بين كل الاكيب، يعني هذا الشيء بيغني العمل اذا كان فعال اذا بدك يعني ومنتج، فهذا شيء كثير منيح يعني. و قد ايه في مجال يعني حسب مع مين عم تتعاطى، بالنهايه انت بتختار مع مين، وبده يكون في تليباتي بينك وبين الناس اللي عم تشتغل معهم، والا ما بيمشي الحال. تمام، رح نحضر تريلر تبع فيلم وينون يلي من يومين ب 30 اكتوبر اطلق بالصاله بلبنان. بكره نازلين نشحن. نازل اشحت بي. بحق لي ما انزل. اصلا ما تعرف شو بحق لي وشو ما بحق لي. قلت لي طالع الضيعة تعيد معي، ليه ما جيت؟ ليه ما جيت؟ شاطرين بس يسبوا بعضهم على التلفزيونات كرمال قصص بلا طعمة، والأمات اللي محروق قلبها على أولادها عمرها ما ترجع. ردي لي ابني يا عطرة. كيف بدي أحكي معه يعني؟ كيف بدي أقول له إني بحبه؟ يعني تعالى بدنا نضل نبكي يعني؟ ما أنت حدا واعي. ما صار لها 20 سنة القصة طيب وخلاص. عمي إنه بي مفقود وما قدرت أعمل له شيء. ليك هو اللي معطل. جايين على اعتصام اليوم. أسماء وجوه بنعرفها كثيرة بتحب نسميها؟ أكيد هو الإكيب كثير كبيرة اشتغلت على الفيلم، وعمل جماعي إذا بدك، غير الإكيب التقنية اللي ما بنشوفهم على الكاميرا، كان في إكيب من طلاب الأنديو كثير بروفيشنال، وبقول لهم ميرسي كثير وبتمنى لهم أحلى شيء بالمهنة تبعهم. في الممثلين يلي هن رح أذكرهم حسب التشابترز: كارول عبود، رودريك سليمان، ست لطيفة ملتقى، وأستاذ أنطوان ملتقى يلي بنحبهم ونحب دائما نشوفهم، تقلى شمعون، ليليان نمرة، زياد صعيبة، أنا إلي متر، جوزيف سلامة، كارمن لبوس، جوليان فرحات، ندى أبو فرحات، وطلال الجردي، ولورا خباز. والمخرجين فين يقولون؟ فينا نقول بس رح نوقف ورح ننتقل على الوول اوف فيم اللي هو كنية عن هاللوحة، ورح اطلب منك تتركي لنا سوفينير مضيه اذا بتريدي. يلا اكيد. ميرسي لزيارتك. رح نشجع جو اهيد، تفضلي بليز. رح نشجع المشاهدين انه يحضروا فيلم وينون. هيدا الماركر خبرينا بهالوقت ديما اذا في دور واحد من كل الادوار يلي اشتغلت فيهم سينما مسرح تي في، واحد على بالك يكون طول اكثر، اي واحد بيكون؟ الدور بوينون. ميرسي ديما، ميرسي لزيارتك. ميرسي لكم.